جايز، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبة BKXT، واليوم بهذا الفيديو رح نخلص مهمة جديدة ورح ناخد حداء. طبعا رح افرجيكم شو هو الحداء. توني في جولدن هاي سيزر هاي، توني لازم افتش عليه. اوكي هيو هون، يعني دا البس شوي سيزرز عشان اني اخلص العشرين. اوكي طبعا يا جماعة اليوم بهالفيديو رح نخلص مهمة اللايكات لمئة بوست، يعني رح حط يا جماعة لايك لمئة بوست، كل بوست لايك لحتى انا نوصل لمئة بوست، يعني مئة لايك. هيك بدي اقول. اوكي طبعا يا جماعه قبل ما نبلش هذا الفيديو تشوفون شو رح نحصل على ايش وكيف وشو رح نساوي وكيف رح يكون شكله، تابعوا معنا عشان تعرفوا كل هالشغلات. اوكي قبل ما نبلش يا جماعه اشتركوا حطوا لايك، كمان فولو للانستغرام الرابط تحت بصندوق الوصف. كمان طبعا يا جماعه يعني بس مؤخرا نزلت فيديو بقناتي هذيك اللي هي قناتي تبع اسراء فلوجز. طبعا يا جماعة هنيك بهديك القناة منزلة فلوج مع اختي دانا. طبعا هذاك الفيديو هيك فلوج، فيب روحوا يا جماعة شوفوه بليز عشان كتير تعبت عليه. تخيلوا كانت مدة الفيديو كذا وخمسين دقيقة وما بعرف شو، بس بعدين وصارت مدته 9 دقائق تقريبا. يا جماعة كتير ممتع الفلوج وهيك، فروحوا شوفوه بليز. كمان حطوا لي فولو الانستغرام، كمان حطوا لايك، هدول اهم شغلات، كمان اشتركوا اكيد. بس هلا خلي انه نبلش. اول شيء رح اقول لكم كيف رح نبلش. رح نفوت على تطبيق يوني ولازم انه نحط لايكات لكتير ناس. طبعا رح افرجيكم انا لحد الان لوين وصلت كم لايكات، ورح افرجيكم انتم كمان كيف تعرفوا الناس اللي ما بتعرف، حتى لو انا اوريدي سويت فيديو شرحت كتير منيح. المهم طبعا يا جماعه هذا هو الحذاء تبع المهمه. طبعا انا لحد الان حطيت لا حتى 93 لايك ل 93 بوست، عرفتوا؟ اني لايك ل 93 بوست. المهم هلا لازم انا نكمل ونحط يا جماعه لايكات كثير، يعني ضايل يا جماعه بس شويه عشان انه نخلص. تخيلوا 93 94 95 96 97 98. هاي الصورة حلوة. اوكي هاي الصورة كمان حلوة، يعني كلياتهم حلوة، كلياتهم حلوة طبعا. اوكي هلا يا جماعة رح نجي هون ونحط كمان هيك لايك. اوكي طبعا نحط لايك. اوكي في هون يا جماعة. كأنه خلصنا. ماي جاد يا جماعة يا جماعة. اوكي اذا انا هاد الستيكر اللي هو هون. ماي جاد. اوكي هلا يا جماعة فتحنا هاي المهمة. اوكي اللي هي هاد الحداء. سو هلا رح نروح نجرب الحداء عن جد. واو ماي جاد ماي جاد. تعال خلينا نجرب. تعال خلينا نجرب يا جماعة الحداء. بسم الله وين موجود؟ وين موجود؟ اوه لكن بخمسة جواهر. اوكي خلينا نشتريه. بسم الله. ماي جاد لكم كيف شكله؟ لك عن جد. ماي جاد. ماي جاد ذيس لوكس اميزين. ياه بجنن بجنن يا جماعه بجنن عن جد. اوكي خلي يا جماعه ناخذ له صوره. عجبني يا جماعه هذا رح يلبق معه كثير اشياء، عرفتوا؟ عن جد طبعا هي اخذنا له صوره. اوكي بجنن يا جماعه حرفيا، كمان كثير لابق معه هذا اللي انا لابسه. هيك كأنه هي متابعة أو ما بعرف، قاعدة عم ترقص معاي صراحة، هيك كتير حلو، كيوت وربي. على فكرة لبسها كتير حلو، كمان تصريحة حبيته، الكالر تبع الشعر. I like it. صراحة الحذاء ما بعرف بس كتير حبيته. كمان مهمة إنكم تحطون لايك لكتير بوستات كتير سهلة، إنه شوفوا كيف بتعملوا، بتروحوا مثلا عند followers تروحوا هون تحطون هيك لايك بعدين لايك بعدين لايك بعدين لايك بعدين بعدين هيك لايكات يا جماعة هون بالفولوين، يعني تروحوا عند الفولوين تبعكم وبتروحوا عند النير بي وكل الأماكن. هيدي الفروتس جيرل معاها تريد باي. ماي جاد. لكم هون ماكسين. هاي
هلا يا فاني، خلينا نشوف صورها. صراحة كتير حبيت مهمة حطوا لايك، لدرجة اني عم حط لايكات، عرفتوا؟ صرت عم حط لايكات حتى بدون مهمة. خشوا اذا حطت لي فولو ولا لا. اوكي يلا يلا نشوف هل حطت لي فولو. افكري هذا يوزر نيم، هاي قصته كتير غريبة، ليش عنده 3000 هالورز؟ ليش كمان انا حطت فولو؟ المهم علينا. ما بعرف، شخصيته كتير غريبة، انه كيف يوزر نيم اسمه والرقم 123. يا جماعة 123، كيف هيك يا جماعة؟ 1 2 3 هيك. هل هذه صدفة ام هل هذا هاكر؟ لا يا جماعة ما في هاكرز باللعبة، يعني بس شك، هل هذا هاكر؟ هل هذا ادمن؟ مين هاد؟ وليش عنده بالضبط 3000 فولورز؟ هل لان الناس، لان حسابه انتشر؟ حتى انا ما منزلت صورة وافاتاريو ما بيغيره ابدا. شكرا يا جماعة، هذا هو اول، يعني يا جماعة يعني شكرا، هذا بدي يكون اول شخص او اول لاعب دخل لبيكي اكس دي. هذه اقتراحاتي. على فكرة الصورة كتير كيوت، امتى نزلتها؟ 9 ساعات. اوكي ذن اوكي. طبعا يا جماعة اعتقد ان هيك حخلص هالفيديو. اوكي يا جماعة حابه لكم شغلة كتير مهمة، حطولي فولو بالانستجرام لانه عم نزل فيه صوري وكتير اشياء، ما عاد انا لوحدي كمان، فوق ما عم بدفع بالستوريات، روحوا شوفوا كل شيء. هيك شو اسمه، ما بعرف شو اسمه، صح ربي ما بعرف. المهم روحوا على الستوريات اللي بيكونوا تحت، عرفتوا؟ حاطة كتير. كمان ابعتوا لي مسجات، منشنوني على افكار، على اي شيء، منشنوني على ستوري تبعكم، رح انزلها عندي اكيد، رح احطها عندي بالستوري. حاليا ما حد منشنني، بتجيني شوي فولورز، كومنتات حلوه، منتجات. بس يا جماعه فولورز، بدي فولورز. بسم الله من وين اجيت؟ ما كنت اشوف بالشاشه. عم بتمسح حاليا، ما بعرف ليه عم بحكي. بس المهم كمان حطوا لايك لهذا الفيديو عشان تشجع انزل اكثر. قولوا لي اذا انتم خلصتوا هالمهمه ولا لا. عن جد يا جماعه هذا شو اسمه، هذا الشوز كثير بجنن، انا حبيته خصوصا بيتناسق كثير مع هذا. اذا لبسنا معه شيء ثاني كمان رح يتناسق اعتقد. نو بيتناسق يعني بس شوي حلو، بس هذا اقصد هيك مثلا حلو. اوكي اتس اوكي، هيك اتس اوكي اتس اوكي، حلو حلو تمام ماشي بي. بس لا هيك ما بيتناسق، هيك حلو وبس، حلو 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 حلو. نايس. بس لما تحطون هذا عن جد كتير بيتناسق كتير كتير، ما كنت متوقع هيك. على فكرة هذا is matching this pant with this matching yes. المهم يا جماعة بس طبعا احبكم. او ماي جاد اجوا هدول كليوتون. طبعا يا جماعة احبكم كثير كثير، كمان اشتركوا بالقناة، وزي ما قلت لكم باول فيديو انه روحوا على قناتي اسراء فلوجز، كمان قولوا لي يا جماعة بالتعليقات افكار العاب اي شيء عشان اطلع تعليقكم، عرفتوا؟ المهم بس احبكم كثير كثير كثير، وطبعا اشتركوا وحطوا لايك وباي.